هذا المكان مدرسي كان في السابق، حاليا انتقل عيادات، في طبيب داخلية، في طبيب أطفال، في عيادة نسائية. نسبة الأمراض السكر والمرضى اللي عم يشكوا من ارتفاع ضغط هي زادت كتير، زائد الحالات النفسية كمان نسبة زادت كتير كتير، وخاصة عند الأطفال وعند الكبار بالعمر. الناس عايشين بظروف معيشية صعبة، فينعكست على معنوياتهم وبالتالي على أمراضهم الجسدية حتى، مثل مريض سكر. يعني مريض سكر يكون سكره 200، عند اللي بشوف منظر طيارة عم تقصف صار سكره 400. For more than 35 years I am working as doctor in Syria. I didn't see except here one patient diabetic has 644. Very rare condition. I didn't see like this case through my working career. عم طالب دائما بأمور أكثر حتى نحسن الخدمات اللي عم تتقدم للناس، بس كمان في إمكانيات للمنظمة يعني خارجة عن إرادته. إلا أني أنا اللي بتصوره أني بكل المنطقة اللي نحن فيها ما في مشفى منظم أو عيادات مثل ما موجود عنا، وعم نحسن يعني مو الخدمة بالمية مية اللي عم نقدمها للناس، بس عم نقدم الجزء الأكبر.